الثالث. كرة طويلة لأوليفيا جيرو، جيرو تصوير، جول. الهدف الأول يا سريع نار، يا سريع نار. أوليفيا جيرو منذ بداية المشوار يولعها، يشعلها. أوليفيا جيرو قناص أرسنال بالاختصاص، مدرجات ستاد دي فرانس ولعب فيها نار. والديك الفرنسي يتسلطن. مشاهدينا الكرام، جيرو الهدف الثاني في هذا اليورو الفرنسي، بداية كهربائية للفريق الفرنسي. رائعة كرة بلاز ماتويدي بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر. أوليفيا جيرو باليسار، وستر يا ساتر. يوزع أجمل زمان للمنتخب الفرنسي. أجواء جماهيرية، 80,000 متفرج. المنتخب الفرنسي بكل التحدي. بول بوغبا يا ناس، هو القناص بالرأس. بول بوغبا صاحب الاختصاص. ونار يا حبيبي نار، منتخب فرنسا ممتاز. الكرة بكاري سانيا، سانيا على التمهيد. غريزمان، غريزمان بايت، بايت. جول 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 جول. ما أجمل الحياة معك يا ديمتري بايت. باليسار جبالو، في الشباك عدالو ديمتري المتعدي. أجواء ستاد دو فرانس. مشاهدينا الكرام، ثلاثية فرنسية في الشباك الإسلندية. باليسار ديمتري بايت بفرحة الجمهور الفرنسي. منتخب بلديكا يسجل حضوره ويفرح جمهوره. ثلاثة أهداف لصفر من فضلكم يا السادة. المنتخب الفرنسي يثبت أقدامه في هذا الزمن. هو حاكم سلطان رائع وفنان. يا سريع لم تكن سهل على هول دارسون اللي يبحث على الكرة للمرة الثالثة. بوغبا مازال دور غريزمان. شد شد هرب غريزمان. الرابع جول، جول. فانا غريزمان. يا سلام يا سلام. شنو هذا؟ شنو هذا يا غريزمان؟ اش عملت يا غريزمان؟ شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. منتخب الديوك يتسلطن، يتفنن بانهيار لنارس لاكرباك المدرب السويدي لمنتخب ايسلندا. استمتاع، ابداع، ابداع. يا عيني يا عيني. الديك الفرنسي يصيح في قلب العاصمة باريس في سان ديني. الديك يصيح يصيح. اجهل ليلة يا فرنسا، اجهل ليلة. غريزمان يا سلام يا سلام. كرة ولا في الأحلام. أربعة أهداف لصفر. يعدي جيرفي وسع. جول 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 جول. منتخب ايسلندا يذلل الفارق لجماهيره المتعطشة لهدف البداية. هذه هي الكرة من جيرفي سيجرسون، وينقذ عليها بكل امتياز في القائم الأول المهاجم كولبايل سيكتورسن. مهاجم نادي نوت الفرنسي يغالط في كوراريس ويرجع الأحلام. بايت
الدفاعية اللي وزع جول در أوليفييه جيرو بالرأس بالمطرقة مطرقة رأسية لأوليفييه جيرو في أجواء جماهيرية عالمية عالمية 5-1 يا السادة أوليفييه جيرو كالعادة بدون تعليق هذه النتيجة 5-1 كرة من مليمترية من ديمتري بايت أوليفييه جيرو يتفوق على الكل وبالرأس هو الحل ويسجل 5 الأهداف روعة الديك الفرنسي أقوى الديوك العالمية أندريه جينياك سيأخذ الآن مكانه